قد بدأ، ويجب أن نذكر نقطة جدا مهمة وأساسية، أنه قانون مكافحة البغاء هو كان قانون موجود ومشرع أثناء فترة الحكومة السابقة، القانون رقم لسنة 1988. نعم. وجرى عليه تعديل. نعم. كان نافذا هكذا. جرى فيما بعد عليه تعديل أيضا. أيضا هناك كان قانون الذي قانون يتعلق بمكافحة المثلية، أيضا قانون العقوبات العراقي الخاص رقم 393 لسنة 1969. هذه القوانين كانت موجودة وكانت نافذة، مع أيضا مع بعض التعديلات التي أجريت عليها. بالنسبة لقانون مكافحة البغاء تم إلغائه أعتقد بعد سنة 2003، وأيضا تم العمل فيه لاحقا. هناك نقطة جدا مهمة وجدا أساسية يجب أخذها بنظر الاعتبار عند مقارنة ردود أفعال المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان، أيضا مقارنتها مع رأي الشارع العراقي والمجتمع العراقي. هناك هو كبيرة جدا بين رأي المجتمع الدولي وبين رأي المجتمع العراقي. أنا أعتقد أن المجتمع العراقي رأيه كان موافق تماما لهذا التشريع، لأنه كان يرغب في أن يتم إصدار قانون أو تشريع يحد من حالة الانفلات أو حالة الفوضى التي يعاني منها المجتمع العراقي منذ فترة ليست بالوجيزة. فما يعتبره المجتمع الدولي يعتبر انتهاك لحقوق إنسان، بالنسبة للمجتمع العراقي، لتركيبة المجتمع العراقي، أساسيات المجتمع العراقي، أعراف المجتمع العراقي، أنا أعتقد أنه يعتبر حالة طبيعية جدا. المجتمع العراقي هو مجتمع متعدد الأعراق، متعدد الهويات. وإلى أي مدى إلى أي مدى من الممكن أن يكون يعني هذا الموضوع أو التحدث في هذا الموضوع بكل حرية في العراق يعني يفسح المجال أمام الشعب العراقي للتحدث بأريحية أنه هو مع القانون أو ضد القانون؟ هناك أعتقد ضغط كبير على الشعب العراقي في يعني إبداء رأيه بشكل واضح في هذا الموضوع. إبداء الرأي شيء، والإفصاح عن ممارسة عمل معين شيء ثاني. الآن هذه الآراء وهذه الأفكار وهذه المصطلحات يتم تداولها بشكل يومي من قبل الشباب ومن قبل المراهقين ومن قبل كل الأعمار، الفئات العمرية في العراق، خصوصا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا التي غزت والتي يمكن من خلالها نشر أي أفكار أو أي أيديولوجية. المجتمع العراقي جاء تماما متوافق، ولأول مرة بالمناسبة دائما نلاحظ أن الشارع العراقي جاء متوافق تماما مع هذا التشريع في محاولة للحد من المساس، أو أود أن أسمي المساس من البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي. أود أن أضيف نقطة مهمة وأساسية، المجتمع العراقي هو مجتمع متعدد الأعراق، متعدد الهويات، متعدد الأديان، متعدد القوميات، فيه هويات فرعية كثيرة في المجتمع العراقي تختلف مع بعضها البعض في جوانب عديدة، لكن يتفقون جميعا على نقطة أساسية وهي أساسيات البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي التي ترفض مثل هكذا ممارسات. أضف إلى ذلك نقطة أيضا مهمة، قانون مكافحة البغاء هو قانون موجود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في فيرجينيا مثلا هناك القانون اللي يعتبر ولكن ستبه ولكن تم إضافة مكافحة المثلية تم إضافة يعني نعم تم إضافة يعني مكافحة المثلية الجنسية على قانون البغاء اللي كان موجود في عام 1988، وهذا ما يعني أثار كذلك، هذا ما أثار حفيظة المجتمع الدولي والمنظمات المجتمع الدولي التي تنادي بحقوق الإنسان. أنا أتفهم هذا جيدا، لكن ما أود أن أشير إلى أن العراق جزء من منطقة كلها تشترك تقريبا بهذا الفكر وبهذا التوجه الاجتماعي.